عائله الزوراء. طبعا نتحدث عن حارس المرمى اليوم يشترك علي ياسين. هنا كره خطره للزوراء، هذا الاول خلاص اسرع هدف في الدوري في الثانيه 41. حمزه الصنهاجي المحترف المغربي يسجل الاولويه والاسبقيه والافضليه للزوراء. هكذا اذا السيناريو بدا، السيناريو الذي لم يكن متوقعا. الزوراء يفتتح التسجيل في هذا اللقاء ويصيب مرمى الكهرباء. حمزه الصنهاجي هو المحترف المغربي الذي كانت الجماهير الزورائيه تنتظر منه الكثير وتنتظر منه ان يصنع الفارق. حضر في هذه الامسيه ومتى مع البدايه بالمباشر في البدايات. اذا حمزة الصنهاجي يضع الزوراء في المقدمة، مباراة بدايتها من نار، هدف سريع مع الثواني الاولى في الثانية 41، التمريرة الرائعة من مازن فياض، هوبا الى الشباك الصنهاجي، الصنهاجي الصنهاجي يسجل اول اهداف الزوراء في هذا اللقاء، وبالتالي كان هناك تباطؤ من